دي واحد الرساله الى السي العثماني رئيس الحكومه اللي صوت عليك الشعب اللي دارك الشعب اللي ثق فيك جلاله الملك محمد السادس بعد ما كان رئيس الحكومه السي بن كيران ان تبروكات الحكومه دارك نتايا. بغيت نوجه واحد الرساله للسي رئيس الحكومه مع كل احتراماتي وتقديري كيرا معك واحد الشاب مواطن صالح في هذه البلاد الصالح. هذيك الساعه اللي انك انت بغيتي تزيد فيها وبغيتي تخلي وديمه انا بغيت نسولك واحد السؤال. انتوما درتو اجتماع استثنائي، الحكومه دارت اجتماع استثنائي، علاش هذاك الاجتماع الاستثنائي ما درتوش منين داك الوزير قال لنا حنا مدوخين في المقاطعه؟ علاش داك الاجتماع الاستثنائي ما درتوش على ذوك الناس اللي ماتوا في القطار؟ علاش داك الاجتماع الاستثنائي ما درتوش على ذوك الناس المساكن اللي دابا انهم مشردين في الزنقه؟ علاش داك الاجتماع الاستثنائي ما درتيش على ذوك البنت اللي ماتت بالقرطاس؟ علاش داك الاجتماع الاستثنائي؟ انا راه شوف راه الشعب روعه، علاش داك الاجتماع الاستثنائي دغيا دغيا على ياش على الساعه؟ واش انكم بغيتوا عارفين بان حنا واحد الشعب ولينا موضوع الساعه اللي جات كنتكلموا فيها؟ انا بغيت نقول لخوتي المغاربه بارطاجيو هذا الفيديو. شوفوا غنتكلموا على المقاطعه، مازال المقاطعون الى الابد، فهمتي؟ علاش السي العثماني ما درتيش اجتماع استثنائي من الوزير الداودي مشى مع سونترال؟ وهذا هو اللي خصكم ديروا عليهم اجتماعات استثنائيه. الساعه اللي ما كان الاطفال مساكن كيتعذبوا كيفيقوا بكري، حنا ساكنين في احياء شعبيه، عندنا الكريساج، عندنا السارقه، بنات كيمشيو مساكن يخدموا في شركات الخياطه، واش ما فكرتيش انتم كتفكروا اصحاب الفلوس؟ ما فكرتيش داك البناي مسكين اللي غادي ينوض مع 6 الصباح وخصو يمشي مع 7 ديال الصباح للخدمه؟ ما فكرتيش بان راه 5؟ ما فكرتيش في داك الناس مساكن صحاب الصناعه التقليديه؟ فكرتو في صحاب الفلوس. نتوما ما عرفناش واش كدافعوا على الفقراء ولا كدافعوا على ابناء الشعب ولا كدافعوا على الطبقه البرجوازيه. هاد السعادة راه ماشي في مصلحه ولاد الشعب الحار، هاد السعادة في مصلحه الطبقه البرجوازيه. حنا مجرد ناس ضعفاء وهاد الشعب كله، حنا راه ما كنهضروش على الساعه اللي غادي تخليوها ديما. حنا راه شوف ربنا خلق سنة خليتوها ما خليتوهاش ما عندناش مشكل. انا اللي ضرني خاطري هو لك الاجتماع الاستثنائي اللي دارته الحكومه. السيد الرئيس العثماني، السيد العثماني علاش ديروا داك الاجتماع الاستثنائي في 24 ساعة؟ دابا نتوما رديتونا حنا عندنا 25 ساعة. بغيت نقول لك للذكرى، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا شاب أمي، بغيت نقول لك بأن أوروبا والاتحاد الأوروبي العام الجاي ما غاديش تزيد داك الساعة، لغاتها. واش حنا النهار الأول فاش زدتوا الساعة، علاش زدتوها؟ باش نتأنسبيرو، باش نتأنسبيرو من الغرب، نتأنسبيرو من أوروبا، وأوروبا راه لغاتها، علاش حنا مازال عندنا التفكير هذا أننا ما نفكروش ونقولوا إلا كنا غادي نتأنسبيرو من أوروبا، أوروبا راه حيدتها، فهمتوا؟ أوروبا حيدت ديك الساعة، هذه رسالة لولاد الشعب، أننا الله يرحم درويلين واحد النقطة مهمة، ما تبقاوش تخليوهم لهاد الناس المسؤولين، الواد اللي جاي دينا فيه، ها هو التجنيد الإجباري، ها هو كذا كنا كنهضروا عليه. انا بغيت نقول لكم ملي بقى يهضر شي واحد المره الجايه على هاد الناس يدخل المقاطعه يدخل كذا باش ما يلهيوناش، راه مشتونا الافكار ديالنا وشتونا بزاف الحوايج. سير عثماني هاد المره الله يجازيك بخير كيهضر معاك ولد الشعب مناضل حر، مفكرش خاوي ربنا خلق سنة، الله يجازيك بخير. هاد المره هادي دير الاجتماعات الاستثنائيه، راه الشعب ثق فيكم وراه لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم هذا منك، وكنتمناو من الناس اللي كيفكروا هاد الافكار ديال الاجتماع الاستثنائيه وهاد الشيء هذا. شوفوا الشباب، شوفوا الشباب، شوف مع احتراماتي وسمحوا لي الا طولت، الناس اللي انها كتوصل ل 50 سنه، انا عندي امي كبيره وعندي با الله يرحمه حتى هو كبير، ولكن ما كنعياش الناس الكبار. شوفوا راه ملي كتوصلوا لواحد السن ديال 50 60 سنه كيمشيوكم الافكار. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.